أنا أم عمر بعثمان، اليوم حقدم لكم مخلل الأشعر. مخلل الأشعر هذا موجود مرة في دول الخليج، يمديكم تستخدموه مع الفطور، يمديكم كمان تستخدموه مع أي كبسات تحبوها. مخلل المانجا، طبعاً أنتوا حتستغربوا كيف يعني مخلل المانجا، في أحد يسوي في مصر مخلل المانجا؟ اللي يعرف حيلاقي موجود في مطاعم كثير تقدم مخلل المانجا. يلا نشوف طريقته، بما أن موسم المانجا جاء يلا نشوف طريقته معنا. أول حاجة حنجيب نص كوب زيت زيتون، هنحط معاها حبوب الخردل، ملعقة كبيرة موجودة في كل العطارات، وهنحط كمان كمون حب. نحمس بهذا الشكل، وأول ما يبدأ بس ياخد معانا كده، يعني مو ياخد معانا لون، بس ياخد يطلع الريحة شوية. جبنا 3 حبات مانجا قطعناها بهذا الشكل، بديكم تقطعوها بالقشر كمان بس أنا أفضل زي كده. بسم الله، ونقلب. المانجا مو بس للعصير ومو للأكل، كمان للمخلل. هنحط 2 فص ثوم. طيب ونقلب برضو. والبهارات حقتنا كمون ناعم شوية، عشان نحن حطينا في البداية كمون. هنحط كمان كزبرة. اوكي، كل هذا حيعطي طعم جميل جدا. ومعانا كمان بابريكا، ومعانا كمان كركم عشان يعزز اللون حقتها ويعطي طعم جميل. هنحط كمان ملح عشان يكون كده روعة وجميل. اوكي، جربوها حتعجبكم جدا. هنحط كمان معانا حبة البركة. بسم الله، هنحط كمان شوية من الحلبة المطحونة، رشة صغيرة يعني، شايفين كيف؟ معانا كمان ليمونة صغنونة قطعناها بهذا الشكل، وهنحطها زي كده مع القشر حقتها عادي. لو ما تحبوا القشر عادي اعصروها. يلا نخليها كمان حارة عشان تفتح نفسكم كده وانتوا قاعدين تاكلوا الكبسة. نديكم كمان تحطوا فلفل مجروش، بس انا حكتفي بالفلفل هذا. طيب ايش كمان هنحط؟ هنحط شوية بس خل، وبس كده. على فكرة هذا موجود في المحلات ينباع، بس جدا غالي. انا مش عارفة ليش غالي بهذا الشكل، بس نحن سويناه بجدا مكونات بسيطة، وكمان المانجا دحين سعرها معقول. يمديكم تجربوها والله حتدعوا لي. طيب معانا بطرمانات غسلناها وعقمناها ونشفناها، واستنينا لما المانجا حقتنا بردت تماما، وهنعبيها بهذا الشكل. طيب خلاص عبيناها في البطرمانات بهذا الشكل، امديكم تحطوا من فوق زيت زيتون زي كده، وتقفلوا البطرمانات وتحطوها في الثلاجة تجلس معاكم اسبوع كامل، تستخدموا منها زي ما تبغوا. وهذه كمان جاهزة للكبسات، للفطور، امديكم تستخدموها كمان مع الأجبان على العشاء. قدمت لكم أجمل أشعر مانجا، بالعافية عليكم. اتمنى ان شاء الله تشوفوني في وصفات ثانية. احبكم مرة، باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.